في سعي من الجامعه التونسيه لوكاله الاصفار وبشراكه مع وزاره السياحه، سي محمد علي تومي قاعد يسعى لكون نحب نلغيو هذه الوكاله باء، كونها ترتقي وتولي من صنف الف، والوكالات اللي من صنف ا يوليو يرتقيو باش يكونوا كان مجمع اللي هو التور اوبريتنج هذايا، يولي حاجه معناها اخرى باش ما حتى حد لا يخرج من المنظومه هذايا. اثنين، فما منظومه اخرى اللي قاعدين نخدموا عليها وان شاء الله باش نتوفقوا، معناها الجامعه التونسيه لوكاله الاصفار بشراكه مع الدينيه والسياحه، اللي هو تكوين المرافقين. مش ما يكونوش مرافقين ماشيين عشوائيين مع المجموعات نتاع العمره، وطلبنا من وكالات الاصفار الكل يمدونا بالبيانات نتاع الناس اللي باش ترافق المعتمرين ويجيو يعملوا دوره تكوينيه وتقويميه، فهمني، بشراكه قلت لك مع الجامعه والسياحه والدينيه، وتسند وثيقه كبالش او حاجه بالنسبه للمرافق هذايا مرقم، يعني حتى لو كان يصير اشكال ولا حاجه، الرقم نتاع المرافق هذا يكون موجود على البادج نتاع المعتمر، يعني على طول نعرفوا مين الشخص هذايا، وتنجم معناها في صوره ما اخلاله بالخدمات نتاعو او بالدور اللي مطلوب منه يتلغى هذا وما عادش يمشي مرافق، فهمني؟ هذايا الحاجات اللي حبيت نعرج عليهم. و المرافق اللي كونه يكون معناها اول حاجه عنده فكره على التسكين، فكره على الاحاطه بالناس، عنده فكره بالنسبه للشعيره العمره هذه فيما يخص معناها قيام بواجبات والمناسك معناها اللي يقوم بهم المعتمر داخل المملكه العربيه السعوديه، وخصوصا في مكه اللي هي من طواف وسعي وكل، وخصوصا الاحاطه، يعني هي مساله توعويه، وعشان باش نجموا نقنوا الشيء هذايا ونكونوا نعرفوهم من الناس هذوما.